نشرة الأخبار على الحياة فام. منتصف الليل من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. مدير عام الصيدلية المركزية يؤكد بأن الصيدلية ليست في حالة عجز أو إفلاس، وإنما تعاني من شح في السيولة. وزارة التجهيز الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية لتهيئة وتهذيب 230.6 كيلومتر من الطرقات المرقمة موزعة على 5 ولايات من بينها ولاية القيروان. الجرندي يستقبل السفير الجديد لسلطنة عمان بتونس. إصفاقس حجز كمية من السجائر مجهولة المصدر بقيمة أكثر من 42 ألف دينار على متن سيارة إدارية. ونقابة شركات الأدوية المجددة تدعو إلى تعبئة موارد مالية كافية للتقليص من ديون الصيدلية المركزية. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بالشأن الصحي، حيث أكد المدير العام للصيدلية المركزية بشير اليرمانية اليوم الأربعاء بأن الصيدلية ليست في حالة عجز أو إفلاس، وإنما تعاني من شح في السيولة بسبب تراكم مستحقاتها المالية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ولدى المؤسسات الصحية. كما بيّن المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء بأن مجموعة مستحقات الصيدلية المركزية لدى الصندوق الوطني والمؤسسة الصحية يصل إلى 1238 مليون دينار إلى غاية هذا التاريخ، وبالنسبة لمستحقات الصيدلية المركزية غير المستخلصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومصحات الضمان الاجتماعي فإنها تصل إلى 467 مليون دينار وفق تعبيرها. تمكنت فرقة الحرس الديواني بولاية إصفاقس من حجز كمية من السجائر المهربة مجهولة المصدر على متن سيارة إدارية تابعة لإحدى الوزارات، حيث تم تحرير محضر بقيمة جملية قدرت ب 42750 دينارا، كما تم الاحتفاظ بشخص ذي شبهة. نظمت الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان أمس الأربعاء ورشة عمل للإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعصير شبكة الطرقات المرقمة، وذلك تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، وبرئاسة صلاح الدين الزواري المدير العام للجسور والطرقات، وبحضور المختار الجباهي مدير وحدة الإنجاز وتهيئة وتعصير شبكة الطرقات المرقمة. وتم خلال هذه الورشة تقديم برنامج تعصير شبكة الطرقات المرقمة المرحلة الثانية الممول بالشراكة بين الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتنمية بكلفة جملية تقدر ب 735 مليون دينار. ويتضمن هذا البرنامج تهيئة وتهذيب 230.6 كيلومتر من الطرقات المرقمة بولايات القيروان سيدي بوزيد قفصة سليان القصرين موزعة على جزئين، حيث يحتوي كل جزء على عدة أقساط، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 2 بين مدينتين في والقيروان بطول 56 كيلومتر موزع على قسطين بين ولايات سوسة والقيروان. استقبل عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس الأربعاء 9 من نوفمبر الجاري هلال بن عبد الله بن علي السناني، الذي قدم له بهذه المناسبة نسخة من الأوراق التي تعتمده سفيرا فوق العادة ومفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية التونسية، ورحب الجرندي بالسفير الجديد لسلطنة عمان. دعت نقابة شركات الأدوية المجددة والبحوث في بلاغ لها أمس الأربعاء إلى تعبئة موارد مالية كافية، وذلك للتقليص من ديون الصيدلية المركزية لدى مزوديها قبيل نهاية السنة الحالية. كما دعت أيضا إلى وضع خارطة طريق لتسديد مختلف ديونها قبل موفى سنة 23 و2000. انعقدت ظهر الأربعاء تحت إشراف وزيرة البيئة بمقر الوزارة جلسة عمل بحضور المدير العام للمؤسسات تحت الإشراف وممثلين عن وزارة البيئة، وذلك تفاعلا مع شكايات مواطني منطقة روادة حول الروائح والإزعاجات وبطلب من المجلس البلدي بالمنطقة. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المدير العام للصيدلية المركزية يؤكد بأن الصيدلية ليست في حالة عجز أو إفلاس، وإنما تعاني من شح في السيولة.
وزارة التجهيز الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية لتهيئة وتهذيب 230.6 كيلومتر من الطرقات المرقمة موزعة على 5 ولايات. الجرندي يستقبل السفير الجديد لسلطنة عمان بتونس. ونقابة شركات الأدوية المجددة تدعو إلى تعبئة موارد مالية كافية للتقليص من ديون الصيدلية المركزية قبيل سنة 23 و2000. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة. تصبحون على خير.